ويا سلام صباح الخير، اليوم عندي طاقة واصلة للسماء، أنا طاقتي واصلة للسماء، أنا اليوم متحمس، أنا رح أرجع لعملي بعد انسحاب تقريبا أسبوع كامل، أخذت إجازة أسبوع كامل واليوم أنا رجعت بطاقة جديدة بطاقة قوية وأيني رايح على العمل تبعي. لا 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 صباح الخير يا سوسي. لا 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 هي توقف. ايه شو مالك يا سوسي؟ في كلام كتير بيني وبينك لازم نحكي فيه الان. اوه شو اللي صاير؟ انا ما سويت اشي يا احمد. انت ما سويت اشي؟ خبريني لاني انا بخاف من هذه الاحاديث كثير كثير وبخاف اني اتكلم معاك. يا احمد انا بدي اكسر كل اشي بالبيت. ايه شو مالك ماما يا بابا؟ شو بعرفني يا زعرور؟ رح اكسر انا هذه الغرفة ورح اطلع انا الى الاعلى، بدي اكسر انا الغرفة تبعتي. اللي فاهم يخبرني شو اللي صاير مع سوسي يا زعرور. والله يا بابا مش عارف انا كمان. ها انا بدي اكسر السرير وبدي اكسر كمان هذا وهذا وهذا، مثل هيك ما بدي اخلي انا اشي في المنزل. شو اللي صاير فهميني؟ انا الي سنة كاملة بخبرك وبحكي لك انه بدنا نغير اثاث المنزل وانت مثل الاطرش بالزفة عامل حالك مش سامع. اوه يا سوسي قلت لك بكرة. كذاب، امبارح بتحكي لي بكرة، قبل امبارح بتحكي لي بكرة، لازم انت من سنة مغير لي الاثاث. هي خلص خلص انا ما اريد دخل فيكو، اتقاتلوا قد ما بدكو، انا بدي اخبرك يا بابا، بدي اروح مع اصدقائي، بس قبل هيك يا بابا تعال معاي. وين وين؟ بدي انزل للاسفل، المتابعين لهم سنة مش قارئ اي تعليق منهم. اوه كلامك صحيح يا زعرور. قبل هيك انا بدي احكي لك يا احمد. سوسي استني شوي، شيلي لي الاثاث، شيلي لي كل اشي من هون، اهم مش المتابعين. نعم اهم من جميع المشاكل. نعم، والان بدي اقرأ انا التعليق. انا اسف لاني ما بقرأ تعليقك وما بقرأ انا المنتسبين، فيلا التعليق هذا مكتوب فيه والله يا احمد فيديوهاتك اسطورية، انا يوسف من الجزائر وانا بحب زعرور وكركور الغبي. لو يعرف كركور انه بيحكوا عنه غبي والله لا يتدمر نفسيا. والله والجميع اتمنى تطلع تعليقي. هيني طلعت تعليقك يا يوسف. يلا خليني اكمل انا يعني مقاتلة. لا يا سوسي في اشي مهم، المنتسبين. يلا وين المنتسبين في فريق يا بابا؟ المنتسبين في فريق زعرور اول اشي مجهول. شكرا لك يا مجهول او مجهولة، والله ما بعرف مين انت او انت. الثانية منصور. شكرا لك يا منصور، انا بحبك يا منصور، انت احلى واحد يا منصور. وهي هون كمان عزوز لايت. والله ايش كتير حلو. شكرا لجميع المنتسبين، انتوا اسطوريين وخرافيين. يلا اتقاتل معاك؟ لا لسه، الان منتسبة في فريق سوسي. جد؟ واخيرا حدا انتسب معاي. نعم سارة القحطانية هي المنتسبة الجديدة في فريق السوسي. شكرا لك كتير يا سارة القحطانية، انا كتير كتير فخورة فيكي، شكرا لانك انتسبتي في فريقي. والان ام ثنين او كلكم مهمين يعني، بس اللي انتسبوا في فريقي انا فريق احمد البطل، علي الاخرشي وكمان الدكتور عبد الغني حمدو. شكرا لكم انتوا الثنين كثير كثير كثير. يلا الان لسه بدي اكسر، يلا بدي اكسر كمان هذه الكنبة والتلفاز كمان وكل اشي موجود هون. هذه مجنونة يا زعرور، هذه مجنونة كثير. والله يا بابا انا بخبرك من زمان انا ما بدي اخلي اي اشي هون، وهيني كسرت انا. ويا احمد صحيح زي هيك، انا الجلسات الخارجية اللي بالمنزل كتير
كتير سيئة. خلاص خلاص أنا ما بدي أسمع شيء، أنا بدي أروح، بدي أروح عند أصدقائي. باي باي، إلى اللقاء. وبدي أنا شغلات كتير كتير. ويا أحمد فتحوا، أنا بدي أحكي لك، فتحوا متجر جديد للأثاث، لازم أنا وإنت نروح عليه بسرعة كبيرة جدا جدا. أوه طيب، بس لما خليني أروح على العمل. لا تعال هون. أوه أنت غاضب كثير كثير يا سوسي، تعال تعال معاي. إيش بدك يا أحمد؟ أوه مثل هيك، اشرب شوية ماية. أوه طيب ماشي. ها هيني شربت مي، شو بعدين؟ يلا وديني على متجر الأثاثة. أوه طيب يلا تعالي معاي. سوسي دائما 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 بتسوي فيها الحركات، بتجنني، بتعطل علي العمل تبعي، بس شو بدي أسوي؟ هذه زوجتي وأنا لازم إني أتحملها. 100% بلاش الآن، أنا أبدل راسك، شايف راسك ولا العظيم ببدله؟ أوه لا لا، أوعي أوعي تحكي هذا الكلام. لا بحكيه. يلا يلا خلينا نجي هون. ستوب، ايش في ايش في يا مجنونة؟ ليش حكيتي لي ستوب؟ هينا وصلنا على متجر الأثاثة. اوه والله هي ألف ثاء، ألف ثاء يعني أثاثة. 100%. يلا يلا تعال تعال بسرعة. خلينا شو. الحمد لله الحمد لله، نسيت أنا أموالي. سوسي سوسي تعالي. ايش في ايش في يا أحمد؟ نسيت أموالي في المنزل، فأنا ما رح أقدر إني أشتري لك الأثاثة. تعالي تعالي. شوف شوف شو معاي، انا جبت اموالك. اوه يعني انا نسيتهم، انت مش نسيتهم؟ نعم يا احمد، انا ما رح اخليك تعارض على اي اشي. متجر الاثاث كليات الان انا رح اشتريه، لاني انا غاضب كتير كتير وبدي اغير كل اشي موجود بالمنزل. اوه طيب ماشي يا سوسي، يلا يلا تعال معايا. خلينا ادخل. اوه والله ما هذا متجر أثاثة، أهلا وسهلا بالحلوين، خلينا أخذ هاي. ازيك يا سلام، ممكن ما تدخن؟ اوه اكيد اكيد، اصلا انا بدي اترك التدخين، التدخين مش للرجال. نعم نعم، هي اجيناك، احنا من منزلنا، هاي سوسي زوجتي بدها تغير كل اثاث المنزل تبعها. شبيك لبيك، ملك الاثاث بين ايديك. انا عندي ثلاث شخصيات، الشخصية الطبيعية اللي بتعفش لك، يعني عفش جميل راقي بسيط كلاسيك. الشخصية الثانية خلينا فرجيك اياها. شو بيحكي هذا يا احمد؟ بيحكي عن الكاريزما تبعته. خلينا اشوف، في عندي الشخصية العنيفة، بحط لك اثاث عنيفة، اثاث جميلة، اثاث خشنة، اثاث للرجال. طيب وايش الثالث؟ الاشي الثالث، الشخصية الثالثة، ولا يا احمد اشي كتير غريب، هذا الشخصية، الشخصية الفرفوشة، الشخصية اللي بتحب الرقص، اللي كلها الوان، اللي كلها حيوية ونشاط وحيوية وحلاوة. اوه لا، جيب لنا الشخصية الطبيعية، الشخصية الطبيعية. اوه طيب يا غالية، هاي الشخصية الطبيعية، اطلب واتمنى. اوه سوسي تفضلي. انا بدي غرفة نوم جميلة جدا جدا. اوه حسنا حسنا، الان رح اضبط لك اياهم، اختار الالوان وانا رح اضبط لك كل شي بدك اياه. يا حبيبي هاي سوسي من وين طلعت لي؟ اليوم قال بحكي لكم طاقتي للسماء، طاقتي للغيوم، للشمس. اخر اشي بتحكي لي انه بدها تغير اثاث المنزل. بدي هذا وهذا، وبدي اللون الاصفر، وبدي هذا. اوه طيب ماشي ماشي، هيني بجهز لك بالوضع. اوه سوسي بس خففي على جيبتي شوي. ما رح اخلي معاك اي عملة نقدية. ايش زي ما انت سامع. يلا يلا خلينا اختار، بدي هاي كمان، وبدي جلسات خارجية، وبدي انا اليوم اكون اسعد امرأة بالعالم. ما عليك، انت رح تكوني ملكة منزلك. استنى شوي، بدك من هذولا؟ بفكر بالوضع، بشوف كيف. والله سوسي رح تطفرني. يلا يلا هينا خلصنا وكل اشي معاي انا الان، خليني بدي اضعه بالشاحنة تبعتي. يا سلام يا سلام، هينا حطيت هون، الرائع. يلا ودوني على المنزل، يلا يلا تعال معاي.
حمادة أنا اشتريت شغلات كتير 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 حلوة. أوه جد، يلا مبروكات مبروكات. رح اليوم أنا أكون سعيدة كتير. يلا يلا، يعني أنا وراكو. وين وين المنزل؟ يلا يلا تعال معاي. هاي المنزل وصلنا له. مثلك ممتاز ممتاز ممتاز، رائع، إشي كتير كتير أسطوري. ترررا، هيني أنا إجيت. يا سلامة، هاي كل إشي معاي. فرجوني إيش بدكو. تعال معاي، بدنا هاي الغرفة تزبطنا إياها، تكتكنا إياها، تسوينا إياها. خليني أشيل كل هذه الشغلات. زي هيك زي هيك، خليني أضع لكو الشغلات الجميلة. أو بدأ. ياي ياي، أنا فرحانة. ياي هاي زي هيك، خليني أضبط الوضع. هاي هون كمان، أنا رح أخليك يا سوسي أسعد امرأة بالعالم. شكرا شكرا كتير. يلا خلينا أضع أنا هذه الطاولة الجميلة. والله رح أطفر، رح يبطل معاي أنا أموال أبدا أبدا أبدا. سوسي رح تطفرني، انتو شايفين شو قاعد بحط، قاعد بحط ملايين الشغلات. هاي زي هيك، جميل جدا، رائع، راقي، جيتار، اشي جميل. يلا في اشي ثاني، لسه بدي اسوي لك اجمل واحلى غرفة نوم بالعالم. اوه يا سلام. يلا يلا خلينا اصعد انا الى الاعلى. هي استب استب شوية. نعم نعم. بدي تسوي لي جلسة خارجية امام المنزل تكون راقية وحلوة كتير كتير. شبكي لبكي، ابو الاثاث وملك الاثاث بين ايديكي. يلا وين وين الموقع بالضبط؟ موجود هون زي ما انت شايف، حط لي هون جلسات جميلة. اوه حسنا حسنا، انا شو بسوي مش عارف. يا 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 سلام، واخيرا انا اجيت عند اصدقائي، عن صديقي دودو وعن صديقتي ليلي. اهلا اهلا يا زعرور، بس هي انت لازم جبت معك كركور. صحيح كركور، وين يا اصدقاء؟ هي يمكن موجود بالرمل. لا مش موجود، انا قبل ثواني انا وليلي كنا نلعب بالرمل. وين كركور؟ كركور ما بيتأخر إلا إذا في إشي مش طبيعي، إلا إذا في إشي كثير خارق. أنا لازم إني أعرف وين كركور بأسرع سرعة ممكنة. هاي هاي يا صديقي يا صديقي زعرور، شمالك شمالك. والله كنت حاسس، كنت عارف في مصيبة. نعم في حرامي بالمنزل قاعد بخرب الأثاث تبع عائلتك يا زعرور. يا حيف عليك دولاد، يا حيف عليك، تخليهم يخربوا أثاث منزلكو بدون ما تضربه وتكسر راس تكسير. ما عاش اللي يخرب أثاث عائلتي ويخرب منزل بابا أحمد. يلا خلينا نروح أنا وإنت. أنا وليلي بدنا نضلنا هون يا زعرور. طيب ماشي يا دودو، تعال معي يا كركور، بسرعة بسرعة بسرعة، لحق. والله شكله حرامي بخرب لكم الأثاث. يا الله، خلينا أضلني أنا داعس. وبا هاي قفزة، خلينا أشوف الوضع هون. يا سلام يا سلام، أنا قاعد بحط هون وهون وهون. خليني أشيل هاي وأشيل هاي. سامع، بشيل الأثاث، بخرب الأثاث، وبضع أثاث في فيروسات. ببدل الأثاث يعني؟ نعم ببدل الأثاث. خلينا أضبط هون. يا سلام يا سلام. ما عاش هذا الرجل، إذا بده يسوي زي هيك معاي السلاح الأسطوري. يا سلام، يلا عليه رجال. وبعديها بسوي هاي الحركة. أوي شو هذا؟ أوي لا 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 لا، شو بصير شو بصير؟ اصلخوا، دمر حياته. انا بدي اسوي زي هيك، بدي اكسر انا كل شيء مثلك. هيا توقفوا، الك عين بتحكي توقفوا كمان. كسر، اي ضربتني. والله لا كسر رجليك، والله لا خليك تندم. ايوه كبسه تكبيس، خلاص حرام عليكم. بدي اشوف شو مسوي كمان. حرام، ها زي هيك بكسر هون. اضرب، اهجم علي اصبعك.
لا 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 الا سبايك الا سبايك. ايش كمان مسوي؟ كمان وضع الشاحنة تبعتك هنا. ها ها والله لكسر لك اياها. لا 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 توقفوا توقفوا. ايوه ايوه زيك زيك كسرناها. لا 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 تعال معي كركور. اطلع شو مسوي كمان. اكسر هاي وهاي وهذا التلفاز. اطلع فوق كمان يمكن مسوي غرفة امك كمان كمان. والله لبهدل صحتك. استنى شوية توقفوا بترجاكوا. لا لا تسويش هيك. كنت بسوي فيها لسه ما شفتش حاجة يا ريس. تعال قدامي قدامي بسرعة. لا 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 بدي اروح انا. انقلعوا حرام عليك وحرام. وين سوسي وين احمد؟ سوسي ماما وبابا احمد ما بيتشرف وشوفوا شكلك يا كلب يا مغير الاثاث وبتضع فيهم الفيروسات. اي لا سيارتي مركبتي. هاي ما تعر المركبة تبعتك خذها وروح. ما بدي ما بدي اياها. وهيك يا كركور احنا انقذنا منزل بابا وماما 100%. والله ايش رائع. والله انا لا بدي اسوي عطاف لا احمد ولا سوسي ولا سمير ولا منير ولا حدا. انا بدي ابقى في المتجر تبعي واللي بده ايش منه ياخذ منه. اجا طفل والله كسر راسي. مش طفل واحد طفلين. يا ريت طفل واحد. انا برا هذا المعرض هذا المتجر ما بدي اطلع. خلينا ارجع اثاثي. انا ما بدي اشوف اشكالهم هذولاك ابدا ابدا ابدا. قاعد بحكي لهم اي كاريزما. بدخلوني بغير ملابس وبطلع. انا بدي اصير كلب بدي اكون حيوان. خلينا اجي انا هون رجع لي تلفازي هون وبدي انا اكون موجود هون وما بدي اطلع برا هذا المتجر ابدا ابدا ابدا. شكرا يا عزيزي جوجو لانك انت خليتنا نجلس عندك هذه الساعة. العفو العفو يا احمد. انتو الان مشغولين وعندكو واحد بيسوي لكم اثاث المنزل يعني تعالوا عندي اي وقت يعني مثل هيك. حسنا حسنا شكرا لك كتير يا اخوي جوجو. الان انا بدي اروح اشوف منزلي الجديد المنزل اللي فيه اشياء جديدة واثاث رائعة. بالتوفيق ان شاء الله تعجبكم الاثاث اللي وضعتوها ان شاء الله ان شاء الله. يلا يا سوسي متحمسة ومستعدة؟ ولا يا احمد انا متحمسة ومستعدة. يلا اول شي بدنا نشوفه الجلسات الخارجية. وينها؟ احمد مستحيل يمكن ما كملها. مستحيل صح؟ نعم مستحيل بس اكيد 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 الا يعني غرفة الجلوس اكيد مسويها. اكيد 100% يعني اذا ما سواها بيكون في اشي خطأ. خلينا ندخل. ها زيك ما بدي انا هذا الاثاث ولسه بدي اطلع فوق على غرفة ماما. ما بدي اخلي اي احد انا يسوي اللي بده اياه. ها زيك سارير. انا مع السلامة. اي شو بصير؟ اي انا مع السلامة. اهلين وسهلين بنور العين. خليني انا بدي اسوي هاي الحركة. اركب السيارة تبعتي ارجع ريفيرس طالعة يا كبير. انا رايح ومش راجع. بابا انقلع انقلع. صرت اسمع صوتك يا زعرور. انا بدي اروح تسوي اللي بدها اياه في هذا اللي اسمه زعرور. اي ماما اي خد لك هاي ولا لا اربيك من اول جديد. اي شو بصير؟ تعال هذا كركور. يلا تعال بسرعة صديقي. يلا 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 سكر. شو هذا؟ امك سفاحة امك سفاحة. والله خلينا نقعد هون شوية خليها تهدى. ماما ماما شكلها راحت. اكيد شكلها راحت. امك خلص بتسامحك. امك كويسة. نعم ماما. يلا